تعرف على طريقة وكيفية إيجاد المستخدمون المحتولون على تطبيق أزهر؟ قم بالضغط هنا على تطبيق أزهر، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على المستخدمون المحتولون. هنا سوف تجد الأشخاص الذين قمت بحذرهم. هنا سوف تجد جميع الأشخاص الذين قمت بحذرهم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.